السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ازود سرعة الجهاز واحسن من اداءه؟ خطوة 4 من 10. في الخطوة ديت هنقلل عدد البرامج اللي بتفتح مع بداية تشغيل الويندوز، وبالتالي ده هيساعد جدا في زيادة سرعة الجهاز. هنعمل كده باننا نروح على قائمة ستارت، نختار منها رن. في رن هنكتب msconfig اللي هي msconfig، ونضغط اوكي. هيفتح لنا السيستم كونفيجريشن. من السيستم كونفيجريشن نختار ستارت اب. هنلاقي هنا اسامي البرامج اللي بتفتح في بداية تشغيل الويندوز، يعني اول ما الويندوز يشتغل البرامج دي بتكون شغالة معاه. البرامج ديت هنختار البرامج اللي ملهاش اولوية عندنا انها تكون شغالة في بداية تشغيل ويندوز، ونشيل من قدام علامة صح، وليكن مثلا اوفيس 2010 وتوكي. بالتالي انا كده قللت عدد البرامج ووفرت مساحة للبرامج التانية انها تشتغل باداء احسن في بداية تشغيل ويندوز. في نقطة اساسية هنا ان احنا ما نشيلش برامج ما نعرفهاش، وكمان ما نشيلش برامج اساسية زي الـ AVG انترنت سيكيورتي اللي هو الانتي فيروس. يعني ما تشيلش انتي فايروس، ما تشيلش برامج تبع الانترنت لو انت بتستخدم الجهاز في الانترنت على طول. يبقى خلي البرامج الاساسية بالنسبة لك موجودة، والبرامج اللي مش اساسية هي اللي شيلها. هتضغط اوكي. هيقول لك لو عايز تفعل الموضوع دوت لازم انت تختار ريستارت. طبعا بكده نكون عرفنا ازاي نقلل عدد البرامج اللي بتشتغل مع بداية الجهاز، وبنوفر مساحتها للبرامج التانية وللويندوز، فده يزود في سرعة الجهاز ويخليه حتى يفتح بدري، يفتح بسرعة اكبر. تابعونا على youtube.com/ازاي كليب. شكرا جزيلا على حسن السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.